بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نعمل ايه بعد ما عملنا ضفنا زرار الديليت وزرار الايديت؟ المرة دي عايزين بس نخلي الديليت دي تاخد اكشن، ولو اي اكشن دلوقتي مؤقت. فكرة بس ان احنا ناخد نخلي التكست فيو بيتعمل كانه بطن، تمام، وياخد اكشن، وبعد كده نكتب الكود بتاع الديليت فيما بعد. يعني هوقف شويه قبل كود الديليت، عايز اظبط شويه حاجات اكلمكم عليها، لكن خلينا الاول ناخد اكشن بيزد على البطن بتاع الديليت او التكست فيو اللي احنا عايزين نتعامل معاه كانه بطن يعني. فهنروح على الفيو برودكت اكتيفيتي اللي هي بتاعتنا. طبعا كان عندنا اللود برودكتس دي كانت بتعرض اصلا بتعرض عرض البرودكتس اللي بتتعرض على الشاشه، مش عايزها. انا عايز في الاون كرييت العاديه خالص. احنا كان عندنا ليست فيو، كان عندنا من البرودكت ليست وكيو. طيب انا هروح في الفيو موديل وهو البرودكت ليست ليه؟ عشان دي كانت فيها جيت فيو، تمام، وكانت هي اللي بتعرض كل رو موجود عندي في الايه، في الليست، تمام. فكان عندي نيم تكست فيو وعندي ديسكريبشن تكست فيو، هقول له بنفس الاسلوب. كان عندي تو حاجتين تاني، الديليت والايديت. فانا هقول له برده انا عايز اتعرف البي تي ان اللي اسمها ديليت، تمام، وهروح برده على الليست فيو ايتم، يعني كل ايتم، لان انا بتعامل في البلاك البطن موجود في كل ايتم. فالليست فيو ايتم فايند فيو باي اي دي، هتدور على تكست فيو، قال لي اسمه ايه؟ قلت له هنديله من هنجيبه من ار ايه؟ تمام. احنا محتاجين الاول دي نرتب بس الكود بتاعنا. دي الانفلات، دي اللي احنا بنعمل انفلات للاي اوت للليست فيو بتاعتنا، ودي الكنترولز بتاعتي. بجيب الايتمز اللي موجوده على الاكتيفيتي بتاعتي واتعامل معاها الاول، وبعد كده ابدا اشتغل. ماشي، دي بنديت الايتمز فروم الليست فيو ايتمز. ماشي، فانا هنا في البطن ديليت، وفي الاخر طبعا بنعمل ايه؟ بنلود الداتا، بنرجع على البرودكتس ونعرض البيانات النيم والديسكريبشن في الليست. ماشي، عشان بس نبقى مرتبين الكود بتاعنا ما تخشش في بعضها. فده شكل اللي احنا وصلنا له. تعالى بس نكمل الكود بتاع البطن ديليت. Find the view by ID text view. هقول له روح على r.id.a button delete. خلاص ال btn delete دلوقتي بالنسبه لي هو الايه؟ هو البطن بتاع الديليت اللي انا اقدر اتعامل معاه. حلو جدا. وانا برضو وانا بلود الداتا خلاص عايز اعمل ايه؟ عايز اقول له البطن اللي اسمه ديليت. عايز يعمل set on click listener عشان يبرمج الكليك بتاعته. وهنادي على فانكشن لسه هعملها اسمها ديليت برودكت، زي ما كنا قبل كده نادينا على لود برودكت. ديليت برودكت، وهبعت لها الكونتكست اللي هو الاكتيفيتي كامله، اللي هي الكونتكست اللي كانت موجود اصلا للبرودكت ليست، صح؟ اللي كانت عباره عن اكتيفيتي اللي هو اشتغل عليها. وايه تاني ممكن ابعت له مؤقتا؟ الاي دي او النيم او البرودكت اللي احنا عايزين، البيانات اللي احنا عايزين نبعتها. فانا بعت له برودكت اي دي، ممكن بعد كده اظبط وخليه يبعت البرودكت الاندرسكور اي دي، ابعت خليه يبعت النيم، ابعت الاثنين، اشوف انا هظبط ازاي. لكن دلوقتي مؤقتا هبعت الاي دي والنيم، عشان المفروض طلع رساله يقول فيها ان انت متاكد انك عايز تحذف البرودكت ده. فلو كان عايز يحذف يشتغل، مش عايز يحذف ما يشتغلش، تمام، فاهمين الفكره؟ طيب دي الديليت برودكت دي بالنسبه لي الفانكشن مش موجوده، فمش هعمل ابستراكت، اقول له لا كريت فانكشن. قال لي دي برايفت فانكشن، قلت له مفيش مشكله، نو بروبلم. هي ديليت فانكشن، ديليت برودكت، واخد خلاص الكونتكست دي الاكتيفيتي، والاي دي ده سترنج والنيم سترنج. وتعالى نعمل جواها توست مثلا دلوقتي مؤقتا، ميك تكست، وهقول له فيها كونتكست والكوما هيقال لي ايه التكست اللي هتعرضه. تعالى نقول مثلا اي تكست نعرض، بحيث نتاكد ان البطن شاف وبقى بيحس برو رو. خد بالك من فكره ان البطن ده ماشي معايا في رو رو جوه الليست فيو. فاقول له البرودكت وكتبت اسمه ويل ديليتد مثلا سكسسفول، خلاص يعني مؤقتا، يعني مسج كده اي حاجه ويل بي ديليتد. والتوست دوت ايه لينث لونج، وقلت له شو مجرد بس مسج اشوف بس الاي دي سمع وجاب، ولما ادوس على الاول بيطلع لي اسمه، ولما ادوس على الثاني بيطلع لي اسمه، لا يبقى كده البطن مظبوط والاي دي مظبوط والنيم مظبوط، اقدر اشتغل بعد كده واعمل ديليت او اعمل كول للاي بي اي، ابعت لها بقى الاي دي اللي معايا واشتغل. فاروح على البرودكت ليست اللي عندي خلاص، وهروح على اول مثلا اول واحد واقول له ديليت، فطلع لي قال لي برودكت ايه، خلاص. طيب ادوس مثلا على البرودكت 9، قال لي برودكت 9 ويل بي ديليت. يبقى كده ايه يعني؟ يبقى كده خلاص الديليت شغال، وبيعرف هو داس على انه واحد في الايه، على انه ايتم في الليست.
نكمل ان شاء الله.